Action. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم في طل جديد وأمس جديد من مسابقات جديدة بصحبة بنك فلسطين. صوما مقبولا وإفطارا هنيئا. كريم علينا وعليكم يا رب. الحمد لله. شو اسمك؟ أيهم شولي. من وين يا أيهم؟ من طول كرم. من طول كرم. أيهم، احنا مع بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. ما الاسم الذي أطلقه العثمانيون على ألبانيا؟ وخذ 50 دولار كاش. شو السؤال؟ ما الاسم الذي اطلقه العثمانيون على البانيا؟ ما اعرفش الصراحه. عارفش. كل عام وانت بخير. شو يا سيدي؟ يلا اصلي. ايش اصلي؟ روح يا اصلي، روح يا اصلي، روح روح تشوف الاصلي من مش الاصلي. مرحبا يا رامي. اهلا وسهلا. عم انت بخير؟ وانت بخير. رمضان كريم. الله يكرم. سالناهم سؤال، ما الاسم الذي اطلقه العثمانيون على البانيا؟ غرناطه. لا، 50 دولار كاش من بنك فلسطين. يلا. والله ما بعرف. والله ما بعرف. علوي. مبارك. الحمد لله. رمضان كريم، كل عام وانت بخير. الله يكرم. الله يكرم. احنا مع بنك فلسطين، البنك الوطني الاول. ما الاسم الذي اطلقه العثمانيون على البانيا؟ لا اعرف. لا اعلم. شو؟ ما الاسم الذي اطلقه العثمانيون على البانيا؟ ما حدش يحكي رجاء. 50 دولار كاش. ما الاسم الذي اطلقه العثمانيون على البانيا؟ يلا. لا اعرف. لا اعرف. ما الاسم الذي اطلقه العثمانيون على البانيا؟ يلا. شو بعرفني؟ ايه؟ شو بعرفني؟ تعال بعد الفطور. بس بعد الفطور؟ ما هذا قبل الفطور. شو؟ مش بعرف. هات سؤال ثاني. ما بتعرفي؟ غير لك اياه؟ طيب يا هبه، تغير لك اياه. طيب، من اول من شاب من البشر؟ صار عنده شيب. معروفه هي، ان شاء الله ما بتعرفيهاش كمان. مين؟ ادم. ادم. أول من شاب من البشر آدم. يا جماعة هبة الطوحل غلبتيني. 50 دولار كاش من بنك فلسطين. شو بتحكي لهم؟ كل عام وانتم بخير، إن شاء الله نعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب وهدة البال. كل عام وانتم بخير. مهيب حمدان. ايش؟ مهيب حمدان. من وين يا مهيب؟ من شوفي. من شوفي؟ اهلا وسهلا فيك. يا هلا. طيب يا مهيب. بدك حدا يساعدك ولا لحالك؟ يعني حسب السؤال. حسب السؤال. احنا مع بنك فلسطين، البنك الوطني الاول. بس تعال هون، تعال هون عشان الناس تاخذ راحتها. مهيب، اين يوجد سد باتي؟ وين؟ احكي لي. سد النهضة. سد باتي اين يوجد؟ يلا. 50 دولار كاش. خيارات او مش خيارات عندنا؟ لا خيار ولا محتمل. القارة يا سيدي. ولا قارة، احنا بدنا البلد. ايرلندا. ايش؟ ايرلندا. مهيب. نعم. الله يعينك، كل عام وانت بخير. رمضان كريم. رمضان كريم. شو يا باشا؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير. رمضان كريم.
شو اسمك؟ عبد الفتاح بروش. عبد الفتاح بروش كفر اللبات؟ نعم. اهلا وسهلا فيك عبد الفتاح. احنا مع بنك فلسطين البنك الوطني الاول. اين يوجد سد باتي؟ سالنا مهيب ما عرفش. المانيا. المانيا برضو برا. اشكرك اشكرك اشكرك. سؤال شو؟ تعال 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 نشوف شو السؤال. يعني مع اجواء مع اجواء الضيعه وشاورما الضيعه شيء بشهي يعني قبل الافطار، بس بدنا نصمد لبعد الافطار نيجي عنده. اول شيء كل عام وانت بخير. انت بألف خير. رمضان كريم. تعرف واحد اسمه عمار العليمي؟ اكيد يا معلمي. معلمك؟ يا سلام، والله نيالك من المعلم. طيب اسمع، سالناهم سؤال $50 كاش مع بنك فلسطين، اين يوجد سد باتي؟ سد المعلمين عمار العليمي. فيش سؤال ثاني؟ في السؤال الثاني شو اسمك؟ ايهم. ايهم. طب تعرف شو معنى اسمها هي ايهم؟ مليون معنى لو بعرف. مليون معنى. طيب اسمع، ايش؟ اسم بتجار. شوف اسم ايش؟ هاي السويد. السويد. بالسويد. بالسويد. اشكركم اثنين غلط. طيب هاي بدي اغير لك السؤال يا ايهم. خلص. ما الجزيرة التي تعرف باسم ارض النار والثلج؟ ولا عالدوري. ولا عالدوري. عشان فاضي بغير السؤال يعني، ريح حالك بتغير السؤال. ارض النار والثلج. وين عمار العليمي؟ وين ناديليا؟ بس سؤال ناديليا. ناديليا بده اربحه ولا لا؟ بس ناديليا شوي. لا كله بده اربحه. لا ايهم ولا لا؟ انت صاير معلم؟ انا معلمك يا زلمه. طيب ايش تقول معلم جوا؟ طيب اربحه؟ متأكد؟ خليني أسمع صوته. عمار أربحه؟ طيب ما الجزيرة التي تعرف باسم أرض النار والثلج؟ إسلندا. إيش؟ أيسلندا. أيسلندا. والله براو عليك براو عليك أيهم، براو براو عليك. طيب وين $50؟ طيب $50 كاش من مين؟ بنك فلسطين. شو بتحكي لبنك فلسطين؟ كل الاحترام. ولا الأمام. للأمام. وصلنا معاكم المحطة الأخيرة وجولتنا مع بنك فلسطين البنك الوطني الأول. لا تنسوا مشاهدينا متابعينا، بنك فلسطين عشان تربحوا آلاف الدولارات وفر واربح. في اليوم $1,000، في الأسبوع 9,000، في الشهر 60,000. واستنوا لنحتفل سوا مع بعض الرابح بربع مليون دولار كل 6 شهور. أشكركم دائما على وجودكم معنا مشاهدينا ومتابعينا في برنامجنا بنك فلسطين البنك الوطني الأول. أشكر زملائي عبود زغلول، خباب الأسمر، ومني أنا منتصر علاني. إلى اللقاء. بنك فلسطين، وفر واربح آلاف الدولارات. صوما مقبولا وإفطارا هنيئا. Action.